بخير عليكم، مرحبا بكم في برنامجكم برنامج خط احمر. لنهار اليوم راح تكون معنا حالات مكمله للحلقه اللي فاتت. الحلقه السابقه كنا جبنا لكم كثير من الزوجات اللي حبوا يكرموا ازواجهم. في هذه الحلقه رايحين نشوفوا العكس، ورايحين اكيد جدا نتعلموا من الحالات اللي رايحين يكونوا ضيوف عندنا. لكن قبل ما نروحوا نشوفوا الحالات اللي راهي متواجده معنا، خلوني كالعاده نرحب بالضيوف اللي شاركونا في تقديم البرنامج، والبدايه من الاخصائي النفساني محمد فرجاني. مرحبا بك محمد. مرحبا بك الاخت فضيله وكل المشاهدين الكرام. كما قلتي، كل يوم راح نتعلموا درس وراح ندونوه في مذكراتنا تاع الحياه ان شاء الله، ونستفادوا احنا والمشاهدين الكرام ان شاء الله. ان شاء الله. واكيد جدا نرحبوا بشيخنا، شيخنا علي عيار، امام المسجد الكبير بالعاصمه. مرحبا بك شيخنا. وبك وبمشاهديك ومشاهداتك. اول حاله رايحه تظهر معايا في برنامج خط احمر هو حاله ابراهيم اللي جانا من قسنطينه. استقبلوا معاكم ابراهيم اللي جانا من قسنطينه. قصة رجل عانى الكثير في حياته. راهو متواجد معنا في بلاطو خط احمر. مساء الخير عمي ابراهيم. مساء الخير بنتي فضيله. عمي ابراهيم راك حاب تبان معنا؟ نعم. نقول فقط المخرج ديالنا احمد يفتح لنا سيطار، نتعرفوا على ابراهيم اللي جانا من ولايه قسنطينه. وبالمناسبه نوجهوا تحياتنا لكل سكان قسنطينه. ولايتكم شابة. يسلمك بنتي. الله يسلمك. عمي إبراهيم، عندك قصة فيها الكثير من الألم وفيها أيضا شق مفرح، حبيت تحكي لنا القصة ديالك؟ الأولى أولا نشكر شروق تي في اللي أتحت لي الفرصة باش نكون معاكم هنا. احنا اللي نشكرك لأنكم أنتوما هما تاج راسنا وأنتوما أيضا راس مال البرنامج. الله يسلمك بنتي. كنت صحيح بصحتي لاباس، رب العالمين بلاني نتقبل هذا الشيء اللي عطاه لي داري اللي جاني نتقبله من عند ربي الحمد لله. سمحي لي فضيله بنتي، كاينين الناس يعرفوني يشوفوني كيما هكذا، كانوا يعرفوني 10 سنين 20 سنه بصح ما على بالهمش باللي عمام ابراهيم ولا ابراهيم، وكان يعطوا الشيخ ابراهيم. كان لي 10 سنين و15 سنه يعرفوني بصح ما على بالهمش. سمحي لي. سمح. كاينين جيراني ما على بالهمش باللي ما عنديش رجليه في زوج. عمي ابراهيم، يا ما في ناس عندهم رجليهم لكن ما يقدروش يديروا الخير وما يقدروش يوقفوا في هذه الحياه يواجهوا صعوبات. احنا صفقنا عليك لانك جيتنا لقسنطينه، جيتنا بهمك وجيتنا ايضا بفرحك. لكن المعاق مش اللي ما عندوش رجليه ولا ناقصته حاجه، الاعاقه موجوده في المخ، عمرها ما كانت الاعاقه موجوده في الرجل. الاراده دائما. صدقني فضيله بنتي، ما شفتيش كلمه معاقه هذه ما شفتيهاش. شفتيش هكا ويقول لي واحد معوق ما شفتيهاش. ما نتقبلهاش هكا، ما نتقبلش باللي معاق هكا. وما شفتيش النظره تاع الشفقه هذيك عليا، واحد الشفق كيما هكا ما نحبهاش. نحب اللي قادرني ويحبني هكا كانسان، كانسان بذاتك كيما كنت، كيما كنت بكري واقف على رجليا قدام الناس. صح كنت واقف على رجليا، كاين بعض الناس تخلاو عليا في المحنه نتاعي، تخلاو عليا وقرب الناس تخلاو عليا. لكن انا جبتك البرنامج خط احمر لانه دائما الانسان كيصرالو مصيبه او يصرالو ابتلاء يفقد الامل في الحياه ويبعد على الناس، لكن انت كما يقولوا العجايز ربي ما ينحي حاجه حتى يمد لك حاجه. انت حكيت لي قصتك، قلت لي كنت تسكن في القصدير لكن بعد الاعاقه ربي فتحها عليك. فضيله بنتي، انا عندي 13 مباراه، 13 خطره ندخل البلوك، 13 خطره ندخل، 13 عمليه جراحيه عندي رجلي قصت عليهم، عندي لي زوبيراسيون على كرسي، عندي امورات، عندي بزاف تصاور عندي لهنايا. كنت صحيح، كنت لاباس عليا، كنت نخدم اعمال حره هكا، تاجر مستور، كاين الناس عرى على الناس كذا منا الحمد لله. من بعد كما يقولوها صابلي تربت، سكنت في براكه تاع صفيح كما يقولوها احنا عندنا في قسنطينه، مدوره بالزانقل ومغطيه بالزانقل والباب تاعها تاع الزانقل، كنت نبيع فيها الخضره في الليل، نروح نجيب الفاتحه العائله تاعي اللي في هذه البراكه هذيك. الصباح الفجر نديها عند امها،
صبرت معايا، عيات، عقبت. ومن بعد صرات المشاكل تاع المرض هذا، كنت 13 مباراسيون، عرات، جاعت، حفات، داقت من كلش. لكن ولا يوم فكرت انها تتخلى على رجلها ولا على شريك حياتها؟ الدمعة في عينيها كي ندخل انا تضحك، حاسس بها. الدمعة في عينها ندخل انا تضحك في وجهي، ما تجيش باللي تسماني يعني مغبونة ولا حاجة كيما هكا. بعد درت طابلة تاع الدخان وانا مريض برجليا كيما هكا، 4 تاع الصباح خرجت زبيا الموت والولاد الصغار. قال لي كل صغار تسمى زادين ورا بعض 87 88 89 بكل سيري وحده ورا بعضها من الولاد. كان سير 4 تاع الصباح خرجت زبيا الموت تاع المعوقين هذيك ما تنوضش. نروح نفتح الطابلة تاع الدخان وعشنا مدة بالمناسبة. نحيي السيد اللي كان مخليني ندير الطبلة تاع الدخان في القهوة تاعو، نحييه بزاف، نحييه تما وموراه بصح. بدينا بشوية وبشوية وقرا منا وهكذا. ومن بعد رزق ربي كيما هكا، ناب ربي، تحسنت الأمور تاعنا هكذا منايا. كبروا الولاد، الوليدات من جهه وانا من جهه. درك ساكن في دار الله يبارك 4 طاجات الله يبارك. يعني من بيت قصديري لفيلا باربع طوابق 4 طاجات. الوليدات عندي 3 متزوجين، زوجنا الوليدات البنات بوليداتهم. الرابعه مخطوبه الله يبارك. عندي 2 عرايس، عندي 11 تاع عيواني. نحطها فوق راسي هذه فاتحه، نحطها فوق راسي تاج راسي. وش هو عمي ابراهيم، وش هو الوصفه ولا السر اللي خلى حياتك تتبدل من الجحيم من القصدير؟ ربي ينعم عليك بوليدات يكبروا وبيت من 4 طوابق، لانك شديت في ربي عز وجل. شده في ربي وما نهزش، ما نحقدش حتى على واحد. ما قريت اللي داروا ما نحقدش عليهم. ما قريت السما اللي تخلاو عليا من هنايا، وربي يعطيهم وربي يعطيهم الخير. والله ما نتمنى لهم حاجه. الله يبارك. كانوا صحابي كذا منا كانوا يتخلاو عليا. فضيله اختي على قهوه، ندخل القهوه كيما هكا ما يهضروش معايا على جا القهوه، تسمى بالك يقول لك سمع فينا في قهوه ولا حاجه. وهادشي يا ربي يهدينا ويهديهم. صبرت معايا وكنت ساكت كي نقلق نلوح الهضره، نلوح لها الهضره عمرها دارت في وجهي ولا حاجه. عمرها واش نقول؟ نحيي امها اللي رباتها، خالتي يمينه هذه عمرها ثاني ما قالت لي بنتي عيات ولا دارت ولا هكذا من هنايا. كي نخلق تقول لي صبر صبر ابني صبر برك، فرج ربي فرج ربي والحمد لله. وعندي وليداتي نقلق معاهم طايعين لي، واحد ما يهز عينيه معايا. نقلق هكا من المرض، نقلق ساعه ساعه. كي الكبير كي الصغير اللي نهضر معاه هبط عينيه بكل، حطوا عليهم طايعيني. ربي يرضي عليهم بزاف، ربي ينوب عليهم، ربي يجعلهم يربحوا ان شاء الله الحمد لله. محمد عمي ابراهيم قدامنا من شخص ابتلاه الله عز وجل بمرض، على هذاك المرض ادى الى بتر رجليه، لكن ما قنطش من رب العالمين وبقى دائما شاد في ربي. ربي بلا كفاه من بيت القصدير، كفاه الى رزقه بوليدات بزوجه صالحه، وهذا الشيء اللي جابوا البرنامج خط احمر باش يكرم المراه اللي شريكه حياته اللي وقفت معاه وربات لاولاده. كم نحن بحاجه الى سند معنوي في حياتنا يشد بيدينا باش ما يخليناش نغرقوا في الجحيم. اكيد الاخت فضيله، انا فقط قبل نبدا نشرح الحاله نتاعو ونفصلوا فيها، اولا انا نقول انا انكره زوج كلمات في حياتي، سن الياس والمعاق. لا يوجد كلمه معاق، وانما ذوي التحديات الخاصه. انا لا اسميهم ذوي الاحتياجات الخاصه، انا اسميهم ذوي التحديات الخاصه اولا. ثانيا لا اقول سن الياس، وانما اقول سن الرجاء اللي هو الدعاء، لانه احنا مسلمين. كما قال وقال انه كاين نوعين من السند، من اشباع النفسي كاين المصدر البشري اللي هو سند الاجتماعي اللي الزوج الابناء كما رانا نشوف الله يبارك، والسند الثاني اللي هو السند الرباني من خلال الدعاء والتضرع اللي هو علاج في حد ذاته. احنا ننصح كل اسره وننصح كل انسان ذوي التحديات الخاصه، ما نقولش
الإعاقة، لأنه نكره هذه الكلمة ونكره ذوي التحديات أو ذوي الاحتياجات الخاصة، لأننا كلنا محتاجين إلى الله عز وجل، وكلنا لدينا حاجة خاصة في قلبنا ربي يعطيها لنا. أنا نقول ذوي التحديات الخاصة نقول لهم ألف تحية، لأنه كلمة إعاقة ما معنى كلمة إعاقة؟ كلمة إعاقة هي الفقر أو النقص بالعزيمة والإرادة، هذه الإعاقة، لأنه لا توجد، وهذه تصفيق عليه. نعم، لأنه إعاقة الإنسان فيما يعطيه لنفسه ولمجتمعه، بينما هو قدم أولا بمرضه قدم لأسرته لأنه ضحى على جل أسرته، هذه لا تسمى إعاقة. ناس عندهم كلش وتلفين راي وعاصين والديهم، وإن شاء الله ربي يهدينا ويهديهم للخير دائما إن شاء الله. عمي إبراهيم، يعني اسمح لي فقط، عمي إبراهيم فقد رجليه لكن ما فقدش زوجته اللي ما تخلاتش عليه. هو عمي إبراهيم أو سي إبراهيم راح يعطي مثل للأزواج، وزوجته تعطي مثل للأزواج للزوجات، وهذا الإكرام لازم يخذوه الناس قدوة اكتفاء، يعني كل واحد يعامل الرجل يعامل زوجته والزوجة تعامل زوجها. وهذا ما وجدناه في الصحابة، عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما جاء الصحابة وقال له زوجتك رافع عليك صوتك، فأراد إكرامها فقال عمر بن الخطاب هي زوجتي مرضعة لأولادي طباخة لطعامي غسالة لثيابي. والرسول صلى الله عليه وسلم حتى غارت أمنا عائشة كان يأتي بالشاة والشاتين ويذبحهما صلى الله عليه وسلم ويهدي اللحم لمن؟ لصحيبيات خديجة. تقول له عائشة إيه ماتت خديجة وانت اللي حد الآن مازال تحب خديجة؟ تقول لها نحبها. وبقي النبي وفي لزوجته حتى بعد موتها رغم عائشة غارت، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أصحاب خديجة صاحبة خديجة يكرمهم النبي صلى الله عليه وسلم أذلهم. فهو أحيا سنة، ونحن نقول للأزواج أكرموا زوجاتكم، نقول للزوجات أكرموا أزواجكم باش تعيشوا في السكينة والرحمة. ودرس للشباب هادو اللي رايحين يتزوجوا باش ياخذوا العبرة من سي إبراهيم، ما يتخذش فرعون على زوجته بالضرب والسب ولا يولي دكتاتور عليها. عمي إبراهيم عفوا، عمي إبراهيم جيتنا البرنامج خط أحمر، قلت لنا توجه دعوة إلى الزوجة. برنامج خط أحمر وجه دعوة إلى زوجة عمي إبراهيم. قالت فتيحة لبات دعوة برنامج خط أحمر باش تعرف شكون اللي حبي يكرمها في برنامج خط أحمر قدامكم قدام كامل الجزائريين. نستقبلوا هاد السيدة اللي جاتنا من ولاية قسنطينة، نقول فقط الطاهر جبنا خالتي فتيحة هاد الامرأة. مرحبا خالتي فتيحة. تفضلي خالتي فتيحة. وعليكم السلام، شرفتيني اليوم خالتي فتيحة. موالفة تشوفي برنامج خط أحمر؟ موالفة. كما عندنا قصص مؤلمة كاين أيضا قصص مفرحة. أنا نفرح كي يجونا ناس بحالك، كاين ناس حابين يكرموهم. درتي الخير في حياتك خالتي فتيحة؟ ما نعرف بالك درت الخير. لا لا أكيد أنك درتي الخير. وشكون تتوقع يحب يكرمك في برنامج خط أحمر؟ ما على بالكش؟ عندك ولاد خالتي فتيحة؟ عندي ولادي. شحال عندك؟ عندي أربعة. الله يبارك. يبارك فيك. عندك عرايس؟ عندي. الله يبارك. بالك وحدة مع عرايسك؟ العرايس هام يشوفوا فينا. أنا على بالي بلي العجوز والكنة دايما، لكن أنت إنسانة طيبة وإنسانة صالحة، ما عندكش فكرة بتاتا شكون تتوقعي درتي فيه الخير حبي يكرمك؟ حبي يرجع لك الجميل على طريقته. يا
الخير بزاف بصح ما الله يبارك الله يبارك. انا ناس قسنطينه نحبهم ونوجه لهم تحيه خاصه. ما عندك شي فكره على واحد هكذا شاكه فيه يكرمك؟ انا نخليك تشوفي معايا شكون حب يكرمك قدام كامل الجزائريين لانك تستاهلي التكريم ان شاء الله. قول فقط شوفي معايا. زيدوا افتحوا لنا فقط السيطار، افتحوا لنا فقط السيطار. اللي حب يكرمك قدام كامل الجزائريين هو الزوج ديالك ابراهيم. حققنا لك الامنيه ديالك، جبنا لك الزوجه ديالك. صراحه نقول لك فتيحة وقفتي معايا، بس خليتيش عليا في وقت المحنه اللي كنت محتاج حتى الكلمه زينه من عند شي اخرين، بصح انت ما تخليتيش عليا. انا نروح نسلم لك على راسك هنا قدام 40 مليون جزائري. هادو انتوما مثال كيفاش لازم يكونوا الازواج. انت ما تخليتيش عليه خالتي فتيحه رغم المحن اللي مريتوا عليها، كان يحكي لنا عليها عم ابراهيم، رغم سنوات من عشتوا تحت البيت القصديري لكن ما تخليتيش عليه، فقد رجليه في اثر مرض لكن ما تخليتيش عليه، ربيتي ولاده كبرتيه. راني نشوف دموع في عينيك، دموع الفرحه، دموع نسيت بيا الموطو مع الصباح وانا مدير طبلات الدخان. زيد قولها عم ابراهيم. بزاف بزاف بزاف. نقلق عليها ما ترجعش. نزعف بزاف هكا نقلق من المر فضيله. مرها رجعت لها. سبب الطلاق. تفضلي خالتي فاتحه، تفضل عم ابراهيم. سبب الطلاق. يقول لي مرتي ترجع لي في الكلام. شوفوا المراه كساكتة وما ترجعش الكلام لزوجها، مسكين عم ابراهيم فاقد رجليه، بصح جاي يكرم في زوجته امام 40 مليون لانها تكظم الغيظ وتسكت على وما ترجعش الكلام لزوجها. عم ابراهيم هي قدامك واش تقولها؟ هي راني نشوف فيها حشمة شوية رغم الدموع اللي راهي في عينيها، واش تقدر تقولها؟ ان شاء الله يا ربي عمرها وحجة انا وياها. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. خالتي فتيحة دموع الفرحة دموع. واش تقولي له على الأقل؟ نقول له ربي يطول في عمرك وربي متعك بولادك وربي يخلينا لبعضنا إن شاء الله. أنت نموذج جميل لمئات الزوجات اللي لازم يتهلاو في زواجهم، وانت عم ابراهيم نموذج جميل جدا للازواج اللي كرموا زوجاتهم. احنا في زماننا نشوفوا كثير من الرجال نشوفوه يصلي ويزكي ويصوم ويتسابق لبناء المساجد لكن يحشم انه حتى يفتح باب السياره لمرته، وفي حين نقراو في سيرة رسولنا عليه الصلاة والسلام أنه كان يثني الركبة دياله باش تصعد إحدى زوجاته باش تركب عناقة. وفي زماننا اللي يقول لك أنا راجل يحشم حتى باش يروح يفتح الباب تاع الطوموبيل لمرته. أنا نحييك عم إبراهيم لأنك رديت الجميل لزوجتك وهي على قيد الحياة. حققنا لك ولو جزء من أمنيتك عم إبراهيم. نشكركم، نشكر الجمهور، شكر الشيخ، الأستاذ، جمهور وكل. الحمد لله يا ربي، الحمد لله اللي تسمى كنت حطها في قلبي في قلبي اليوم نهضرها ديريكت فوق راسي فاتحة. فوق راسي. الله يعافيك. الصوفية الفضيلة هنا شفنا. نقطعك فقط دقيقة محمد، نهار عيط لي عمي إبراهيم قال لي حكيت معاهم بعد قال لي تحية فاتحة تحية فاتحة في التليفون هذه قبل ما يجي. قال لي حبيت نكرم مرتي قال لي وفي التليفون قالها لي قال لي تحية فاتحة تحية فاتحة تحية فاتحة. أنا يا شفت هنا واحد الحاج الله يبارك. أنا نحييك خالتي فاتحة ونحيي كثير من الفاتحات كيما أنتيا ونحيي أنا فاني حتى
كل مرأة تضحي على جال وتصامدة وتحافظ على بيتها وتبني ساس. أنا نقول لها بنيتي ساس العلاقة قبل ما تبني ساس الدار، وقالت ربع طوابق معناتها بعدد الأولاد. شوف ربي سبحانه كيعوض له، قال عندي ربع أولاد وكل طابق فيه ولد من أولاده، وعندها عرايس وزوجة بناتها. الله يبارك، وهذا نعمة من عند الله عز وجل، وأنا مبارك ربي يكملكم على هذه النعمة. الله كامل الزوجات يكونوا كما خالتي فاتحة، لأنه خالتي فاتحة لأنه يا منسى بالك راجلها باني لها قصر وراجلها يجيب شهرية وحطها في يدها، لكن ما راهيش حمدتها. أنت حمدتي ربي وصلك إلى ما تطمحين إليه. الحمد لله. الحمد. أعطينا كلمة أخيرة. راح ندير مرحبا بشي تاع ربي والحمد لله يا ربي، ونحييكم انت اللي يا ربي يحفظك ان شاء الله، وربي يكمل لك بولادك وبعرايسك ان شاء الله. انت راح تكوني انت وياه في الجنه، بصح ربي راح يعطي للعبد المؤمن 70 امراه، ما تخافيشي انت يا الشاب تاعهم هكذا نفسك، انت تحكم فيهم الكل، وهو الله يتزوج ب70 وانت يا الرئيسه تاعهم الكل. ربي يحفظك. شكرا جزيلا، يعطيك الصحه خالتي فاتحه، ان شاء الله ربي يكملكم. بعد القصه بقى فقط معايا عم ابراهيم، بعد القصه الجميله ديال عم ابراهيم اللي كرم قدام كامل الجزائريين الزوجه ديالو فاتحه اللي صبرت معاه في معاناته من نهار كان يسكن في القصدير حتى ربي فرج عليهم، نستقبلوا ايضا قصه احتراف جميله لكن بعد القصه. يقولوا بلي المرأة هي أكثر وفاء من الرجل، لكن اليوم رايحين نشوفوا قصة شاب جانا من وهران يحكي على شريكة حياته. راه متواجد معنا في البلاطو اللي جانا من ولايه وهران. شكرا الخير سخير عليك. وعليكم السلام. متواجد معنا ونشكر قناه شكرا الخير سخير عليك. وعليكم السلام. متواجد معنا ونشكر قناه شروق على نشكرك سليمان. سليمان قصة شاب كغيره من الشباب تزوج بن حياته وعنده بنت. تفضل. عندها عامين. الله يبارك. وانا كنت ماري صافي 3 عام 2014. الله يبارك. تزوجت وفي الوقت هذاك كان عندي غريان باغي يزيد تزوج على اساس شير. وكنت تستنى فيه؟ كنت استنى، لان احنا الجزائريين نفرحوا بالولد سمحوا لي فقط. بيان شيخ. يفرحوا بالولد اكثر من البنت. بيان شيخ. شيره وبعد زي شير صافي بليزير. الله يبارك. بون انا المره تاعي كانت اونسانت بالحمل، ولو 24 جوان سيتي لو ديرني جور تاع رمضان. انضرت ديتها لا كلينيك، بابا يشدوها لي قال لك لو كات تاعها لازم لها مستشفى جامعي لوبيتال. ديتها لوبيتال طوني اون ليتر وديتها ديريكتومون لوبيتال. لوبيتال نسكن على كوتي لوبيتال زعما كاينه دو بون. ديتها كي دخلتهم عطيتهم الورقه تاع لورينتاسيون تاع لا كلينيك اللي عطاوها لي. كأي زوجين كنت عايش معها بسعادة؟ كنت عايش الحمد لله، كانت قائمة بالواجب تاعها، وكنا كما يقول لك كانت شيري مرة، كانت خوت صاحب أم كل شيء، تما ست بني آدم في خضرة. حن وقت الولادة ديالها؟ كي جا وقت حكمة عيني مراجي باسكو لحقت 7 مور، هي نورمالمون دوفغي كما يقول لك اتصلوا بيا قال المرأة تاعك عندها ريسك، نقلعوا لونفون سوفتاج ماتيرنال روكوني مونديالمون، هذه باينه تصوفي الام والولد ينخلف ما فيها والو. وماما اتصلوا بيا وانا كنت نروح اشاك فوا ما كانش يهضر معايا، لحقت 7 مور قالوا لها زيدي لحقي 9 مور. في البيريو تاع 8 مور كيلكو سومان حكمها نزيف، عيطت لي في التليفون دخلوها للبلوك. كي دخلوها للبلوك ابري 2 ساعة اتصلت بيا قالت لي جيب لي دي كالمون، قلت لها دي كالمون، عيطوا لي قالوا روح شوف الولد تاعك كي تسميه. رحت فرحان، هو شفت الام تاعه كي هو شفتها دون ان ايطا كيما يقول لك غاف البير دي كونيسونس، عينيها انقلبوا توشيتها عرق البارد، قالت لي با نورمال تحوس على لو ميتسا ما كانش يا با ميتسا.
حوس نزكي جاني طبيب قال لي غير خرج دوك حنا. قلت لها المراه عندها نزيف دموي ماما كركم معاها ما تخرجوهاش البير كونيسونس وكاع خرجوني. قال لك روح حنا دوك نتولوا الامر وحنا غادي نعينوها وحنا غادي نوقفوا معاها وغير روح. صباعات يما قالت لك راهي في الانعاش راهي في الكوما. رحت شفتها هدرت مع لو ميتا فهمني لو كات على المرض تاعي سبحان الله شي كاين. قال لي رانا قرعوا لها التدفيق ودرت الواجب تاعي وقعدت معها كاع الليل وسهرت معها وانا اللي خدمتها وانا اللي حليتها ودرت قمت بالواجب تاعي. غادي دروك جيب لها غير الفراش تاعها هما انا باش نروح جيب لها الفراش تاعها هما باش من تما يعاود يدوها ل كيما يقول لك بافيون واحد اخر اللي هو الانعاش بافيون 5 تما بغاو يدوني للدار باش انا ما نقعدش تما ونشوف شي كاين شي ما كاينش. انا اونتر طون عاود توليت كي عاود توليت لقيتهم مخرجينها داينها البافيون 5. كي قلت له دكتور وراكم داينها؟ قلت لي رانا قالوا لها تفيق راهي في الماتيرنيتي ولدت على اساس ولدت وراكم داينها. قال لي لا تما يقوموا بها خير وكاين دي غيانيماتور يوقفوا معاها وهنايا ما كانش زعما كاين تما خير. قلت له اوكي با سوسي انت تعرف تراك في الدومين نجي نعرف خير منك. تما انا وليت غير ساعه وكيما يقولوا لي ندير سبحان الله دروك يا مرتي راهي بنيتكم. ومن بعد انا رحت شفت المراه تاعي ابري صونا لي تليفون قال لك روح شوف ولدك ما راهش مليح. يا رحت شفته قال لك توفى. يوم وراه قال لك راه في لامور. رحت لامور طليت عليه لقيته في ان بوا دو ميديكامون خاويه ريان مسكين تحطوه هكا شغل مقيوس. مو معليش انا درت الواجب تاعي ديته تفنته وعاودت وليت تشوف المرا تاعي. كي عاودت تشوف المرا تاعي توجه ليا واحد الشرطي نعرفه قال لي يا فلان الدكتور يقارح فيك في القاعه فلانيه. داني عنده دخلني دخلت قال لي واه ولدي انا اللي خدمت المرا تاعك دكتور شي انا اللي هدرت معاك البارح هدرت مع انجون انسان صغير وهو اللي قال لي انا خدمت المرا تاعك. قال لي لا انا اللي خدمتها وانا اللي سهرت معاها وانا اللي درت كل شيء. قال دكتور بصح انا انت ما شتكش المهم معليش. قال لي طلب لها ربي ودعي لها ربي. انا عاودت وليت الانعاش نشوف المرا تاعي ابري دو جور قات الله. احكي لي على هذيك اللحظه اللي قالوا لك الزوجه ديالك توفى. سيتي ان شوك لحد الان راني عايش في شوك. سي با فاسيل والانسان باش يتقبلها تكون عايشه مع انسان دروك هذه شريكه حياه هذه ماشي كيما ام ولا اب ولا هذه شريكه حياه تما توطو معاها وعندك كيما نقول لك مسير طويل معاها عندك بنت تقارعي في ولد تما دروك تكوني تقارعي في مزيود. قلت لي سليمان كنت قلت لي ما حسيتش بقيمه مرتي حتى ما لقيتهاش. وي زعما كي يقول لك اليتيم من امه باسكو دروك انا نحس روحي كاع الثقل اللي كانت رافده هي وانا البنت دروك ماهيش عندي على دو زون راهي عند جداتها. لكن مع ذلك بلو مونك تاع المراه الزوجه تاعي وزيد بنتي وني حاس روحي دروك وحيد. تما تدخل دروك للدار تلقى روحك وحدك بنتك ماشي حداك مرتك ماشي حداك الزوجه تاعك غايبه زعما راحت ماهيش تولي زعما ما يتقارحاش سي با فاسيل. تما الثقل تاعها كاع حسيت به اللي هي كانت رافده بزاف فوالا كانت معاونتني على يقولوا لها شريكه حياه. سكو الشيء اللي جابك للخط احمر انك حبيت تكرمها وهي تحترم. بيان سور بيان سور هذا الشيء اللي كيما نقول لك اللي قادر نديره باسكو كيما يقول لك ربي ما خلاهاش باش ندير لها كيما نقول لك نرد لها الجميل تاعها. راني يعني جيت هنا ان شاء الله كيما يقول لك الميساج يوصل لكاع الجزائريين والانسان اللي متزوج ولا يتهلا في مرته والمشاكل يسرو يسرو بصح شو ولا هذه هي الدنيا كيما يقول لك. انا الحمد لله هذا الشيء اقتنعت به وهذا ابتلاء من عند ربي وانا انسان مؤمن كيما يقول لك اجلها ربي يبغاها ووقتها زعما كيما يقول لك الورقه كي يطيح صاي سي بون شي ولا الحاجه اللي راهي كيما يقول لك غايتني يقول لك الموت وحده والاسباب عده. اما الاهمال المامو هاد لو كا تاع الانسان كيما يقول لك في هذا الدومين يولد كيما يقول لك يجيب دي في دون زين في على بالك ماجور من عند الله وماجور من الدوله عندها اجرين. خدم خدمتك نيشان خويا
ولا ماشي قادر. ما سبحان الله لي كلف الله ونفسا الا وسعها. انا دروك في هذه الصور انني مضرار توشي ما كاش لي راح احس بيه. دروك راني نحكي معاك ونهضر سي لو كوراج باسكو علاه دروك خلت لي اون في دو 2 اون راهي في رقبتي. دروك تيتمت من امها ما يجيبش انا الثاني كيما يقول لك تيتم من بوها. دروك انا اللي قري نعوض لها كيما يقول لك الحنانه تاع امها جوجو دو غول. دروك مادنو كيما يقول لك الشيء اللي قادر نديره نعطيه لبنتي. دروك تما لوبجيكتيف تاعي سي بنتي. كنت قلت لي ولا يوم نسيتها من بالك. اه بيان سور. سبحان الله دي فوا على بالك الانسان كيكون حداك ما تعطيش ديك القيمه. راه حداك راه حداك يا صاي سي بون. انا اللي يروح ويغيب عليك تعرفي لا ديك لا فالور تاعك. كيما هذيك المعنى يقول لك كيكون حداك شتاك تمره من يروح على قول عرفهم. تما المراه شريكه حياه كيما يقول لك عندها دور كبير. دروك غادي نعيش سعيد بصح مالوغو باسكو لا سعيد كي يشوف بنتي حدايا ومالوغو كي نتفكر مرتي. تما دروك كيما يقول لك راني مضرار وراني كيما يقول لك وحدي كي تروحي وحيد باسكو علاه. كيما يقول لك كي تعطي قلبك للانسان ومن بعد يبعد عليك وما تلقاش اون بلاسمون. دروك انا دي فوا نبغي تخلص انسان بدراهم ويقول لها غير قعد تسمع لي اسمع لي اسمع لي ما تلقيهاش سي با فاسيل. كيما يقول لك شكوى لله اموال العبد غير الفضيحه. محمد عادة يقول لك الوفاء عند النساء. يقول لك الراجل كي تموت مرته بعد 40 يوم يعيش يحوس على مرأة أخرى يتزوجها وكذا. ويقول لك المرأة كي يموت زوجها ما تفكرش أنها تتزوج عليه. أنا نشوف العكس قصة رجل بقي وفية لزوجته بعد وفاته وهذاك الشيء غايضه وهذاك الشيء اللي جابوا الخط أحمر. نعم هنا نشوف حالة كما هذه عدم التقبل مش هو صح موما وآمن وإحنا نرضى بقضاء الله وقدره ولكن خلق الإنسان ضعيفة. هنا نشوف أنه عنده فراغ عاطفي رهيب جدا بالإضافة إلى أنه ما قامش بالحداد اللي واجب أنه يقوم به. هنا الحالة تاع الأخ سفيان أن نقول له فقط ليك والكل لرميعان في هذه الحالة أنه يجب أن تكون متابعة نفسية. لازم تكون هناك ثقافة عند متابعة نفسية لأنه فقط المختص النفسي. والإضافة أنا ننصح العائلة نتاعو لكل العائلات الجزائرية اللي صار لهم كيما هذا الموقف أنه يقفوا مع وليدهم ولا بنتهم ولا صديقهم ولا لأنه المساندة الاجتماعية في ذي المرحلة جد مهمة لاحتواء الوضع اللي احنا نحذروا منها. نقول يجب أن نحتوي الوضع قبل ما يتفاقم. وأنا نقول أنه نحن إن شاء الله نكونوا تحت إن شاء الله نساعدوك في شيخنا سليمان جانا من وهران للعاصمه جابش ايضا يمد ميساج للرجال اللي راهم يشوفوا فينا. قال لك كي كانت مرتي حدايا كانت نورمال عايشه بالك كان يعطي لها بالك حقها المعنوي لكن حتى ماتت باش عرف قيمتها. ياما في رجال عايشين مع نساهم ما يعرفوش قيمه نساهم حتى يندفنوا تحت التراب. هذا فعلا ان الزوجه ربي قال هي لباس للزوج والزوج هو لباس للزوجة. فهو حين فقد زوجته جاء لهنا يعبر ويبين الوفاء ويعطي مثل للأزواج باش يستهلوا في أزواجهن. لكن نقول له ليه ننصحه هو وأنا وكل الناس هذه البنت اللي راهي عندك اكفلها وارعاها وانظر امها فيها زوجتك انظرها في بنتك قوم بها لان الاموات ما تقولش باللي راهي ما على بالهاش. انت لما تشد بنتك وتروح تزور القبر وتقرا وتدعي لها ثق بانها تنظر اليك وتنظر اليها. هم راهم يشوفوا فينا واحنا ما نشوفوهمش. وبالتالي بقدر ما تحسنوا للبنت هذه بقدر ما تفرحها هي في القبر. ونبشرك وهي اللي ماتت على ولاده راهي تدخل للجنه. ماتت شهيده وانا امي ما نعرفهاش ماتت على الولادة.
في اللي يموت المرأة اللي تموت على الطابلة ولا تموت بعد الولادة تدخل الجنة. زوجة ديالك توفات إن شاء الله ربي يرحمها، لكن هذا لا يمنع طفلة راهي صغيرة عندها شحال عامين الله يبارك كون جبتها أكيد لنا. أكيد جدا في يوم من الأيام راح تكبر ورايحة تفهم الكلام اللي راح تقولوا لها. أنا حبيتك توجه كلام لبنتك واسمها ماريا. مريم ماريا ماريا الله يبارك، حبيتك توجه كلام لماريا واش تقولها باش في يوم من الايام تعرف بلي باباها جاي يكرم يماها حتى لو كان راهي تحت التراب، وتستحفظ على الفيديو هذا وكتكبر قدمه لها. انا شنو نقول لها، هذيك راهي بنتي وعزيزه عليا، ترى انا كما يقول لك راني مشتاقها، واحد داير كما يقول لك تزوج على سنه الله ورسوله وجاب بنت وراه مشتاقها، ربي يكتب لي هكا، هذا كما يقول لك مكتوب تاع الله لازم تقبل. هاكا هي بعيده عليا وما هيش كيما انا اللي باغيها تكون معايا، يلاه غالب هادو كما يقول لك ربي كاتب لي هذا الشيء. انا نقول لبنتي هذه ان شاء الله بوها توجور معاها، وكما يقول لك نعوض نسي نعوض لها الام تاعها، ونكون انا في بلاصه الام تاعها ونعطيها كاع الحنانه تاع الام تاعها، ونكون راجل واقف حداها حتى اللي كما يقول لك الوقت اللي يبغاني ربي يديني يديني، ونقول لك تنكبرها ونقريها ونوفر لها كل شيء. كل شيء ان شاء الله. ولدك مات. مات واه. والنبي ماتوا اربع اولادك صغار. ودفنهم ودمع تطيح على ابراهيم ويدفن فيه وليده، يقول له هذه العين تدمع والقلب يحزن. سليمان. الحمد لله. وش تقول للرجال اللي ما يعرفوش قيمة نساهم؟ راه متزوجين. وبلك من الصباح العشية وهي تخدم شغل وتطيب وكذا، وفي نهاية المطاف يدخل للدار ما يقولهاش حتى كلمة صحيتي على العشاء. يقول لك، يقول لك المرأة هي المدرسة الأولى في التربية في كل شيء. المرأة شو نقول لك، الإنسان اللي راه متزوج يعتني بمرته وهي فيها مشاكل وفيها صح، بصح شو الإنسان كيما يقول لك يقلح يعطيه القدر. المرأة تعيها تشقى، عندها تربية عندها الدار عندها بزاف صوالح. مو الراجل كيما يقول لك، انا ملي كنت صغير نعقل على كي كنت ندخل للدار نلقى ما فايقه حتى لي ندخل، ما بويا راقد. الله يبارك. شكون اللي يقرا على الولده ولا البنت؟ غير الام. الام هي الصح، هي الاساس. كيما انا كيما يقول لك ما نعيا، انا الشيء اللي عايش فيه عرفت القيمه تاع المراه وقيمه الام، وعرفت على ربي معدم المراه. كيما يقول لك وراء كل رجل عادم امراه. المراه سبحان الله هي كيما يقول نص الحياه. هي اللي تعاون الراجل، مو الراجل. بارك الله فيكم. صدق عليها ويحصل لها. ما تنساهاش في القبر، استحضرنا وزورها. بارك الله فيك. وزورها ان شاء الله. ونكون موفين لامها. الانسان يكون مؤمن. الانسان يكون مؤمن. انا على راني هنا، الحضور تاعي على راه هنا. راني هنا باسكو انا وافي، وكما يقول لك ربي ما مكنهاش كما يقول لك تكمل الحياه معايا. انا جيت هنا كما يقول لك ديت الواجب تاعي، والشيء اللي قادر عليا نديره فيها الدنيا نديره. هذه هذه رجله سليمان. الراجل ماشي فقط اللي يقول لك انسان كما يقول لك انسان يعقل على الخير. هذه كانت كما يقول لك معايا، ما ضرتني ما هلكتني، ما كانش عندي بروبليم معها. انسان يعقل على الخير ويعقل على الجميل، انسان ما يكونش نكار. ان شاء الله بنتك تكبر وتعوض لك هذا الفراغ ان شاء الله. والله هذا سي مون اوبجيكتيف الباقي اللي دروك في هذه الدنيا الكل، هذيك الغريانه والله كي نشوفها عباكي نقول ربي يكتب لها سبحان لكن الله. لكن ومع ذلك الحياه تستمر، ومع ذلك الحياه تستمر، وكما قال لك محمد مازالك عايش في حداد داخلي لازم تخرج من هذاك لا يفو بيان سيغ باسكو دروك انا اللي ننظر. رقم محمد موجود تحت تصرفك، على بالي باللي محمد راح يعاونك بزاف، وان شاء الله الا ما تستمر والله الحياه. والله هذا الشيء اللي راني فيه والله سي با فاسيل، راني هكا نهضر معاك سي لو كوراج وسام في دي بليزير هكا كي راني كيما يقول لك معك. وهذا جزء من العلاج. عباك كي جيت قدام الجزائريين وحكيت وحكيت قدامنا هو جزء من العلاج. لا سما في دي بليزير باش نجي عندكم ونشكركم انتوما اللي استضفتوني وقيمتوني وعطيتوني وقت. اعطينا كلمه اخيره. يعني كلمه اخيره شنو نقول لكم؟ بارك الله فيكم، ونشكر الناس اللي راهم كاع حاضرين معنا، ونشكر كاع الشعب الجزائري، ونشكر سيرتو الناس اللي راني نجي عندهم هنا في الجزائر بارك الله فيهم. ونشكر واحد الانسانه اللي راهي واقفه معايا نشكرها بزاف، ونشكر العائله تاعها كما يقول لك الكل، وما نجمش نذكر كاع الاسماوات بارك الله فيكم. فيك بركه. والله يعطيكم الخير ان شاء الله. ربي يحفظك. والناس الخير راهم معنا.
يعطيك الصحة سليمان. بعد قصة سليمان استقبلوا ركن خرج ولم يعد، لكن بعد الفاصل. شيخنا كانوا يشتكوا لك الشباب، قالوا لك ما قدرناش نتزوج. شيخنا كانوا يشتكوا لك الشباب، قالوا لك ما قدرناش نتزوجوا. تكاليف قالوا لي، والله الا قالوا لي مساكن، كل قالوا الشباب اللي حابين يتزوجوا بصح ما قدرناش. انا نقول للاباء عاونوهم. المهر 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 هو حاجه قليله تكفي. صح. وخلوكم من الشنبره تاع 30 مليون 40 مليون والبريوت 40 مليون، خاتم من ذهب وحصيره ومطيره تاع بونج، وزوجوهم وخلاص. ان شاء الله ان شاء الله ربي يكمل افراح جميع الناس اللي راهم يشوفوا فينا. في ركن خرج ولم يعد معنا نجيه اللي جاتنا من العطاف. نجيه من فئه ذوي طفوله المسعفه، جاتنا تحوس على الاب ديالها. مساء النور نجيه. النور. السلام عليكم. وعليكم السلام. نجية، قل فقط للمشاهدين، نجية من مواليد 1986، بعد معاناة طويلة قدرت باش توصل للأم ديالها. هي عرفت الأم ديالها، والأم ديالها يعني لأنها من الطفولة يعني المسعفة، قالت لها ما على باليش وين راها باباك. جات البرنامج خط أحمر باش تحوس على الأب ديالها. عندك معلومات ولو قليلة على الأب ديالك؟ عطات لي يما بعد بعث عليها وسطها، ساعدني ربي سبحانه وتعالى باسط يما. بعث بحثت وحوست عليها وقالت لي باللي يسموه يونس. حبيت نشوفه وحبيت يحن للقلب تاعه ونسامحوا بعضنا بعض ان شاء الله. لقي باش رانا في هذه الدنيا، الدنيا رانا ضياف في هذه الدنيا. نسامح انا وبابا، حبيت اشتقت لكلمه كلمه ابنتي اللي حد خاطت حتى نولي نبكي. نعاودوا فقط النداء. نجيه، الاسم اللي حطوك به في المستشفى؟ سموني نجيه بن يوسف. نجيه بن يوسف، بعد ما لقيتي الام ديالك قالت لك الام ديالك باللي باباك اسمه يونس. يونس، والله اعلم. والله اعلم. الناس اللي راهم يشوفوا فينا ولا اي واحد نقول له بلي نجية من مواليد 1986. عندك كلمة أخيرة نجية؟ نتمنى لو إلا كان حي يشوف فيا، يرجع لي حقي في هذه الدنيا، يرجع لي حقي. هذا ما إن شاء الله. تفضلي. ونصالحوا بعضنا بعض ونولوا تبقى وتبدا بيناتنا صلة الرحم بيني وبين بابا وبيني وبين أما إن شاء الله. إن شاء الله. نجية شكرا، إن شاء الله هتعودي ترجعي لينا بظروف أحسن إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله. إن شاء الله. وإن شاء الله ربي يرزقك بعائلة اللي تعوض لك حنان الأب وحنان الأم. إن شاء الله إن شاء الله. إن شاء الله، شكرا جزيلا. لا. نجية، كثير من الاتصالات راهي تهطل على برنامج خط أحمر. نستقبلوا أول اتصال معنا في ركن في بيتي مشكلة. إحنا نروحوا فقط فاصل ونعود ونرجع. في ركن الو في بيتي مشكله، معنا اتصال. الو. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام. اعطيني فقط الاسم خويا ومنين راك تعيط لنا. بن عزوز الميلود من ولايه تلمسان. ميلود من تلمسان، الله يبارك. وتحياتنا لكل الله يبارك، تحياتنا لكل ناس تلمسان اللي راهم يتفرجوا فينا. مرحبا خويا ميلود. واش عندك خويا ميلود؟ عندي واحد قضيه مع الوالده، الوالده نتاعي حتى ربي زعما شحال انا مع الماشي اللي عندها، عندي هذه حتى الشهر ولا حد بنتي تغايطت هي، كل ما نمشي لعندها ما بغاتش تحل لي الباب شرقب عليها. ما كانش بيناتكم دواس ميلود؟ ما كان والو، لا والو بيني وبين الوالده والله ما كان والو. هي راه مغايطة عليا، كل مرة عندها طبل عليها ما تبغى تحل لي الباب نشوفها، ما عارفة. إن شاء الله ما يكون غير خير. شيخنا، المشكل ديال مولود أنه قال لك ما عندوش بينه وبين الوالدة ديالو دواس، لكن كل ما يمشي يدقدق على بابها باش يدير صلة الرحم ويزورها إلا ما تغلق في وجهه الباب. أنا نقول لك ما تقطعش زيارتها،
تقرب إليها بأقرب الناس إليها وزورها، وحتى لما تردك وتغلق الباب فإنك قد أديت الواجب. وربنا تبارك وتعالى يقول: ووصينا الإنسان، يعني ربي وصانا بوالدينا وخاصة الوالدة. مشكل ديال المولود ما راهوش هو قاسي على الأم ديالو، لكن في هناك حقيقة يعني في هذا المجتمع، كما كاين أبناء قاسيين على والديهم، كاين أيضا أمهات قاسيين على أولادهم. قال لك يزورها، يدي لها لي كادو، يشريها، لكن تفتحلوش الباب. يعني الام ديالو اللي قاسيه عليه. ميلود نسقسيك فقط. واه هاك معايا، جاوبني بكل صراحه باش نقط. ميلود انت عندك خاوتك؟ واه عندي خوتي. انت تحس باللي ما تحب تحب خاوتك عليك ولا كيفاه؟ لا لا تحبنا كاع كاع دايتنا كيف كيف تعرف كيفاش راه شيخ. هذه الاولى. اسمعني مليح. والله 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 الحاجه حاجه لي ما كان والو زعما، هي كان واحد الفرح تاع البنت تاع بنتي، هي تغايطت شويه زعما تراحت، هي كي راحت زعما تغايطت، كون ما نمشي لعندها ما بغاش تخلي الباب. هذا هو السبب. الميلو ديال الام، الام تعاني من امراض مزمنه، عندها السكر ولا عندها لاتونسيون ولا عندها كاش مرض هكذا؟ لا 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 شويه، هي انا معين هذا في العمليه الخطره، وكي دارت العمليه على اثرت عليا بزاف. وكل ما نمشي نصلي تجي وقبات السجود، كل ما ديجا بيوم ديجا بايته معايا في المنى من بعد. شوف ميلود، ميلود قلبي راه محسس باسكو، علاش قلبي راه محسس باسكو خاف تقصر عمرها ولا تقصر عمري. لا 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 شي ما تعبان هذه اللي راه من الاخر، علاش الاخيره مخمونه بزاف خاصه. انا خمم بزاف. شوف ميلود، انا نعطيك، انا نعطيك علاج، في نعطيك علاج انك باش تداوي روحك وتداوي يمك. العلاج اللي لازم تفهمه اولا ان الام كي يكون عندها اي مرض راح يكون عندها نسبه القلق زايده بزاف بزاف، ويقولوا العلماء كل ما نكبروا في العمر كل ما عندنا درجه القلق كثر. معناتها الام بحكم ان السن تاعها ماهيش واحده صغيره، سبيان سير تزعف كي طفل صغير، اللي مات كي تكبر تولي كي طفل صغير، كون تعقب عليها بصاشي وما تعطيهاش حبه حلوه ولا تحس، والله غير تزعف وقادره تنيفك شهر شهرين. وبس انا نقول لك علاج، انت ما ديرش في قلبك، ما ديرش باللي ما كي زعفانه باسكو كان فرح. الام تقول باللي طلعوا صوتهم عليا، امشي نفوا عليا قدام الناس قدام الاحباب، اسمها غيظه عمرها تقنط كما احنا نقولوا بالعاميه. انت كيف ترضيها؟ تدي لها هذيك اللي زحفت قدامها، تديها لها تقول لها يا ما سمحي لي بنتي ذاك النهار ولا انا ولا مرتي احنا طلعنا صوتنا حتى وما طلعتوش، تقول لها باللي طلعنا صوتنا والعيب فينا احنا ماشي فيك انت يما، اسمحي لنا طريقة عادية. دوك من تراك بعيد وهي بعيدة ما لقيتو حتى حل، ما رسلنا حتى حل، بصح ادي اللي كانت تسبها في هذا الشيء اديها قابلها، لأنه الكبير الإنسان كي يكبر عنده أمراض مزمنة، كي اللي عنده القلب، كي اللي عنده لاتونسيو، كي اللي عنده السكر، بحكم هذه الأمراض واش يولي له؟ يولي له القلق، نسبة القلق تكون عليه. يقول لك أنا ما حملتش حوايجي، من ذاك يقول لك عندنا بزاف عجائز، يقول لك حوايجي روحي ما حملتش ولا حوايجي فوق الحميم ما حملتهمش. هو معنى إلى درجة القلق وإحنا ما نفهموش. كي تلقاو إنسان مقلق في فرح ولا في جنازة ولا في عرضة ولا في أي حاجة، نسكتوا ما نديروش عليه، بالعكس نكالميه وهذاك الشيء، ومن بعد نعاودوا ونعنقوا ونسلموا عليه ونقول له اسمح لنا حتى يكون مسكين، ونقول له اسمح لنا العيب فينا احنا ماشي فيك. وهذه هي اختي. شيخنا عندك تعليق؟ انا نقول لامك ان شاء الله تسمعنا، ارضي عليه ارضي عليه ارضي عليه. اسمعك الشيخ، اسمعك. الو انا مولود، انا نسمعوا فيك. اسمع اسمع الشيخ تفضل. اشري ثلاث سكنه وديتها للعمره مهني قليل، ما تمنش على والديك. قليل واو قليل، والله لا كامل هادشي وقلي شي وبقى خاطري اللي ما بعدا ما تهدرش معايا، هذه هي اللي نخمم فيها. قليل ان شاء الله ما يكون. قليل كل شيء هادشي وقلي، قلت لها قلت لها يما قلت لها والله انا نتمني الرسول قال اعتذر معايا الحاجه اللي خصها نقول. اسمع مولود، الرسول قال انت ومالك لابيك. ان شاء الله ما يكون غير خير مولود. اعتقد بلي محمد اسمع والله انا في دبا با 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 مري غابدة، وقلت لها روح تعيشي معايا، قلت لها روح تعيشي معايا راك مرفوده في الراس، والزوجه قالت لها والله الا قالت لها روح هي مع حبنتها مع هذيك حسي العون ما بغاش بس ولكن انا ولا هي ترد علينا تهضر معايا بعد الام باش قلبي انا نخدم وما عطيتنيش الدنيا مع اولادي ما عطيتنيش الدنيا فاش كيديروا غير انا كيما وين
وما عطيتنيش الدنيا مع اولادي، ما عطيتنيش الدنيا فاش كيديروا غير انا كيما وين تسمع قلبي خاطري. وين تسكن؟ وين تسكن انت؟ وين تسكن؟ تلمسان. اسكن ولايه تلمسان، حنسكن هوناين هوناين. خلي تليفونك، اسمع، خلي تليفونك عند عند الطاقم عند الطه والله، وناخذها ونكلم امك ونهضر معاها ونرضيها عليك ان شاء الله. والله نجيكم التلمسان، نجيك التلمسان ونروح انا وياك نزوروها ان شاء الله. الله يرحم لك الوالدة، بارك الله. ان شاء الله ما يكون غير خير مولود. حنا نشكرك على الاتصال ديالك. فضيله وي مولود، والله انا مدعي لكم ربي بيكم بهذاك الشيء، وغادي نتمنى لكم ان شاء الله الجن عند قريب. ربي يحفظك ان شاء الله يا ربي. والله العظيم زعما ندعي لكم ربي، لكم زعما تديروا واحد الحاجه زعما يحب ربي نبي. ربي يحفظك مولود ان شاء الله، ربي يرضي الوالده عليك ان شاء الله. راه معنا الجمعيه، المجموعه اللي راهي منورتنا اليوم بوجودها، مجموعه ناس الخير ببن طلحه. مرحبا بكم. مرحبا بكم، مرحبا بكم، شرفتونا اليوم. السلام عليكم. وعليكم مجموعه سلام. ناس الخير بن طلحه، متطوعين ناس الخير بن طلحه. الله يبارك. النشاط تاعنا باين، نديروا الخير احنا رب همزه وصل بين المحسن والمحتاج. وهادي عندنا مشاريع، عندنا كيما هادي عندنا تاع شتاء دافئ، حمله نروحوا لتيسم سيلت. الله يبارك. نطموا الدوزان هذا الكواليكوات والاخر، نطموهم ندوهم لتيسم سيلت تما ونمدوهم للمحتاجين. الله يبارك. هذه هي ان شاء الله ربي يكملكم ان شاء الله يا رب. ان شاء الله ان شاء الله يا ربي. شكرا جزيلا. عندك كلمه اضافيه؟ لا ما عنديش. أنا حبيت توجه الميكرو فقط لفيصل اللي راهو لابس هذا اللباس العاصمي، يعطيني فقط الميكرو نختم معها فيصل. هذا هو العضو النشيط عندكم. مرحبا بك فيصل. السلام عليكم. واش سر هذا اللباس فيصل؟ هذا اللباس لباس تقليدي جزائري محض حر، لباس تاع جدودنا. وحنا باك شعب جزائري، شعب يحب التقاليد. الله يبارك. نعم دوك رانا سامحين في التقاليد تاع بلادنا. كاين دي فوا نتلاقى مع شيوخ في الطريق هكذا يقول لي والله يا وليدي راني اني غاير منك. ارواح من بعد تقتدوا بك ارواح. خسرت الميكرو فقط. خسرت قندوره برك. كاين بس قندوره ما يوليش يبان سروال. قول لي فيصل، انت يا عضو نشيط في هذه المجموعه، انت تضحك دراري صغار، المرضى، اطفال السرطان. نعم. بون ماشي غير احنا رانا مجموعه تاع مهرجين متطوعين. خدمتنا نروحوا ميكرو نروحوا ليزوبيتو وندوا لي كادو، دي فوا نشتركوا في بيناتنا، نديروا نلموا نروحوا نجيبوا لي دون. الناس تبعت لنا ثاني، كاين ناس الخير على كل حال، جمعيه ناس الخير، وناس الخير ما يخلصوش. ندوزو ليزوبيتو نديرو واحد الدورات ونسربيو ديجا الطفل الصغير كي تمدي له ان كادو وكي تضحكو تدخل على قلبه الفرحه الدنيا وما فيها. دوك يروح شيخ يعطي الكادو كاش طفل صغير، الطفل يشد الكادو بصح ما عندوش هذيك الفرحه. يا سيدي يقول لك علاش؟ ليه؟ خليني نكمل لك المعلومه. يعطيني الكادو يفرح بيا سيدي. يفرح بك. ليه؟ بصح كون انا دوك نديرني في حمر. دوك انا نديرني في حمر. ليه ما نديش لي بحمر؟ خمس ساعات ماشي انت وانا ماشي كيف كيف. انا دوك نديرني في حمر وندير هذاك الشعر ونلبس لبسه تاع المهرج. ايه الطفل الصغير يدي هذيك النظره. صح يديها بواحد الفرحه ما تقدرش تيماجيني في المهم. هو راه مريض صح، راه فرحان بهذاك الكادو ينسى المرض اللي راه فيه. انا اشكركم فيصل، بارك الله فيكم والله يعطيكم الخير على الاستضافه ديالكم هذه. والله البارح وشكرا جزيلا لكم. خرجت خرجت والله العظيم الباح نمت روحي. الباح نمت والله نمت لابس السروال كما هذا. الله يبارك ما شاء الله. انا نشكر هذه المجموعه الطيبه اللي نورتني بوجودها اليوم في برنامج خط احمر. شكرا جزيلا فيصل لانك دخلت البهجه علينا، وشكرا جمعيه مجموعه ناس الخير لبن طلحه. ان شاء الله نرافقكم مستقبلا في خرجاتكم. انا ما بقاليش وقت لكن دائما نقول لكم ان شاء الله ربي يبعد عليكم الهموم.
المشاكل ان شاء الله ربي يرجع كل غريب لذويه، كل مريض ان شاء الله يشفى، وربي ان شاء الله يكمل كل افراحكم اللي راكم تشوفوا فينا، وان شاء الله ربي يسترنا ويستركم ان شاء الله في امان الله. وربي يرضي البعض الوالدين على والديهم ووالديهم على والديهم ان شاء الله. شكرا جزيلا، في امان الله، الى اللقاء.